السلام عليكم، معكم اللاعب عبد الله الكبيسي، لاعب منتخب الامارات جي جيتسو. الحمد لله قدرت احرز الميداليه الذهبيه في وزن تحت ال 94 في بطوله الرياض، في بطوله الكومبات جيم. الحمد لله كانت الجاهزيه 100%، كان التركيز عالي لهذه البطوله، لان كانت تعرف نهايه الموسم، نهايه اخر بطوله في الموسم. الحمد لله ان قدرت نختمها انا واخواني في الاربع ذهبيات الحمد لله. للاسف البطوله هاي ما بقدر العبها بطوله العالم، لان انصبت في البطوله هذيك والحمد لله، ولكن طبعا بكون مع اخواني ومع اصدقائي بساندهم فالهم الذهب ان شاء الله. شوف، في كل سنه عن سنه صراحه تتطور الاداء، العدد الهائل اللي مسجلين في هالبطوله، يعني على حد علمي انا 7000 لاعب ولاعبه من نحاين عالم، بطولات كبرى ما عندهم العدد هذا، فشيء خيالي، شيء يعني اتوقع ما حصل قبل. فالحمد لله نحن قدرنا نستضيف هذا العدد من اللاعبين، فالذهب ان شاء الله للجميع. ان شاء الله بنريح فتره بسيطه، ان شاء الله نرجع لبطوله الاندر جيم ان شاء الله نكون جاهزين لها، وانتظرونا هناك ان شاء الله، وانا متاكد ان انا واخواني ما بنقصر.